السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع محاضرة النهاردة عن الميلك أدلتريشن، غش الألبان. The motivation for food fraud is economic, but the impact is a real public health concern. الدافع الأساسي وراء غش الأغذية عموما يكون دافع اقتصادي بغرض زيادة الدخل، ولكن في الحقيقة بيكون له تأثير ضار على صحة المستهلك. والمشكلة إن بيتم غش اللبن على مستوى العالم، مش خاص بمناطق معينة أو دول معينة. الأسباب وراء غش اللبن عديدة، منها supply demand gap، بمعنى إن المنتج من اللبن غير كافي للاستهلاك، فبيتم غش عن طريق إضافة المية لزيادة الحد. أو السبب ممكن يكون نتيجة للجرشة بالنشر أو ميلك، إن اللبن من الأغذية سريعة الفساد، فبيضاف لها بعض المواد الحافظة لزيادة فترة الصلاحية. وإضافة المواد الحافظة بيعتبر قانونا ممنوع وطريقة من طرق غش اللبن. ومن الأسباب اللو بارشنج أبيليتي أوف كاستمر، القوة الشرائية للمستهلك بتكون ضعيفة. في الدول الفقيرة إنتاج لبن بجودة عالية بيكون مكلف، والسعر بيكون غير مناسب للمستهلك، فبيتم غش اللبن بمواد أو منتجاته. المواد الرخيصة بالثمن زي إضافة المية للبن أو إضافة لبن القيمة الغذائية بتاعته قليلة إلى هاي فاليو ميلك لتقليل التكلفة أو لتخفيض السعر. من الأسباب الرئيسية في غش اللبن عدم وجود رقابة أو وجود اختبارات سريعة للكشف عن عملية غش اللبن، الأدلترانت آر كيميكال آدد تو ميلك تو إمبروف الفيزيكال أبييرانس أند شيلف لايف. سام أوف ذوز آر فيري هازاردوس أند كان ليد تو فيتال ديزيز. المواد اللي بتستخدم في غش الألبان بتبقى مواد كيميائية بتضاف تتحسن الشكل الظاهري أو الخصائص الطبيعية للبن أو تزود فترة الصلاحية، ولكن في الحقيقة هي غالبا بتبقى مواد لها خطورة على صحة الإنسان، قد تتسبب في أمراض تؤدي إلى الوفاة. من طرق غش اللبن هنذكر أشهر طرق غش اللبن زي addition of extremia soda، إضافة الوتر لزيادة الحجم طبعا، addition of neutralizer as sodium hydroxide، وده يوز بسو ماسك develop the acidity، زيادة الميلك acidity تتأدي إلى طبعا عملية الكيربلينج أو تحول اللبن إلى تجبن اللبن، فبيضيف مادة بتعادل develop the acidity زي sodium hydroxide، وطبعا دي مادة برا. من طرق الغش إضافة السكيم ميلك أو الصوص أو الشجر، وده بيستخدم في حالة إضافة المية، لأن إضافة المية بتقلل السوليد نيتريت كونتنت، ودي في اختبار لها اشتغلناه في المعمل أو هنشتغل في المعمل للكشف عن غش اللبن بإضافة المية، فعشان يعمل ماسك للآدد ووتر ويضيف سكين ميلك أو صوص أو شجر عشان يزود السوليد نيتريت. من ضمن طرق الغش إضافة البريزيرفاتيف زي الفورمالين زي الهيدروجين بروكسايد زي الساليسيليك أسيد، ودي يوز تو ماسك الزور هيجينيك كواليتي أو الباد هيجينيك كواليتي أوف ميلك برودكشن هاندلينج،
بغرض ان هو يزود الشيلف لايف. ريموفال للكريم او ريموفال للباتر فات وعملية السكيمينج مع اضافة الفورين فات. بريزنت للديترجنت والسترلايزر طبعا دي مش ما بيبقاش مقصود اضافتها، ولكن هي غالبا وجودها في اللبن هي طبعا بتعتبر من طول الغش او غير مسموح بتواجدها في الالبان المتضرر للاستهلاك، ولكن وجودها غالبا بيبقى نتيجه لاهمال في استخدامها وعدم تنظيف الاواني او عمليه ازاله البواقي بتاع الديترجنت والسترلايزر من الاواني بعد عمليه الغسيل والسترلايزيشن، فبيتبقى منها ريزيديو بالكاش عموما اللي هي موجوده في اللبن، وده طبعا برضه ممنوع تواجدها لان انها تعتبر نوع من الغش. الاديشن اليوريا والميلامين ودي بيضيفوها للبن علشان يزودوا من بروتين نيتروجين، بمعنى ان هو فولتري انكريز البروتين كونتنت. احنا كنا خدنا في اختبار تعيين البروتين كونتنت ان هو بيتم بالكيزال اباريتر وان دايركتلي ميجر البروتين كونتنت عن طريق ان هو يحسب لي كميه النيتروجين الموجوده في العينه وبنضرب في فاكتور بيدينا البروتين كونتنت. فهو لما بيضيف اليوريا او الميلامين ده بيبقى سورس للنيتروجين، فبالتالي هو لو جيت انا اعمل تجربة الكلدان هتتحسب نسبة النيتروجين دي على انها بروتين كونتنت للملك. من طرق الغش ميكسينج للو فاليو ميلك مع الهاي فاليو ميلك زي اضافة مثلا الكاوز ميلك الى البفل ميلك. السينثيتك ميلك بدوت لبن مصطنع بيتحضر عن طريق ميكسنج لليوريا او الكوستيك صودا الاويل الديترجنت، وكلها مواد لها تأثير ضار، كيماويات لها تأثير ضار على صحة الإنسان. هنبدأ نشوف كل طريقة من طرق غش اللبن وازاي نعمل لها ديتكشن. من أشهر الطرق في غش اللبن إضافة المية أو إضافة الليكويد واي. الواي ده عبارة عن الشيش المتبقي من تصنيع الجبن. إضافة الووتر أو الليكويد واي بغرض زيادة الحجم وانكريز الفوليوم، ده بيؤدي إلى دايلوشن للملك وبالتالي بيقلل النيوتريشنال فاليو ويديوس النيوتريشنال فاليو. تأثيره على الصحة ممكن تكون الووتر دي كونتامينيتد ووتر وتؤدي إلى بابليك هيلث هازارد أو تؤدي إلى مشاكل صحية للمستهلك. إضافة الووتر بيغير السبيسيفيك جرافيتي للميلك، بيقلل السبيسيفيك جرافيتي للميلك وبيؤدي الى تغيير اللون. فغالبا اللي بيضيف الميه عشان يعادل التغيرات اللي حصلت ديت بيضيف سولت او شوجر او احيانا طلب انضماطه عشان يحافظ على الاستاذ الدراسي بتاع الملك، لان ده اختبار سريع وانتم شفتوه في المعمل ان احنا نعاين الاستاذ الدراسي باستخدام اللاكتومتر عشان نكشف عن غش اللبن. فهو لما بيضيف ميه بيعمل تخفيف للبن وبيغير اللون بتاعه، فعشان ما تتكشفش بسهوله اضافه الميه بيضيف مواد تزود لي بترفع الاستيف جرافيتي تاني زي السلطة او الشوجر، وعشان تحسن اللون ممكن يضيف كولر اندمتر. الديتكشن الووتر اد ستون ميلك عشان اكشف عن المية المضافة إلى اللبن في المعمل عندي عدة اختبارات، منها تخص الفيزيكال كاركتر بتاع الميلك أو الفيزيكال بريفارس أوف ميلك،
اتكلمنا عنها قبل كده، زي determination of freezing point، determination of reflective index of multi serum، determination للجسيف الجرافتي of multi serum، أو chemically زي تعيين الأش content، determination الأش content، determination للسوليد مكسيت، أو باستخدام الأجهزة الحديثة زي الانفراريد سبيكترو ميتر، زي الانفراريد سبيكترو ميتر. في طريقة سريعة أو سهلة، ودي بيقدر يعرفها اللي عندهم خبرة في التعامل مع اللبن، إن لو جبنا لوح زجاج وضفنا عليه قطرات كده أو حوالي 2 ملي من الميلك، لو عملنا ميلنا لوح الإزاز ده حاجة بسيطة، هنلاقي إن في حالة الأدلتريتد ميلك هيتحرك بسهولة على لوح الإزاز. الصورة اللي قدامنا دي بتبين إن هلاقي إن الناتشرال ميلك الحركة بتاعته بتكون أبطأ، إنما الميلك أدلتريتد ووتر بيتحرك بسرعة على لوح الإزاز، والأثر بتاعه أو البصول بتاعه على لوح الإزاز بيبقى إلى حد ما ترانسبيرنت أو شفاف، في حين إن هلاقي إن الناتشرال ميلك الحركة بتاعته بتكون أبطأ وبيسيب أثر على الإزاز ملكي، بيسيب أثر للور اللبن على اللوح الإزاز. الطريقة الثانية من دش اللبن من الطرق المشهورة، نظرا لأن الملك فات بيعتبر اكسبنسيف بالنسبة للأذر فات زي الأذر أنيمال فات أو الفيجيتابل أويل، فمن طرق الغش المشهورة إن هو يضيف ينزع جزء من الميلك فات أو الكريم أو البتر فات اللي هي عملية السكيمينج، ويضيف فورين فات. فورين فات زي أذر أنيمال فات أو غالبا بيبقى الفيجيتابل الهيدروجينيتد فيجيتابل أويل، لأن طبعا سعرها أرخص. السكيمينج للبتر فات طبعا هيقلل لي البترومتر ريدنج اللي هو تعيين الفات عن طريق الجربر ميثود، لو قست بالبترومتر هلاقي كمية الفات قليلة، فهو بيضيف الفيجيتابل اويل ديت أو الفورم فات عشان لو انا جبت قستها بالجربر او بالبترومتر هلاقي النسبة مظبوطة. طيب انا اكشف عن طريق الغش، عن طريق الغش ده ازاي؟ ان احنا بنعمل اكستراكشن للفات بالرزق تريد تيست، وبعد كده بنعمل ديجامنيشن او تيستنج للفاتي اسيد بروفايل. ودي اختبارات بسيطة في المعمل بتحتاج إلى وقت شوية. من طرق الغش اللي هو زي ما قلنا إضافة اللو فاليو ميلك إلى الهاي فاليو ميلك، زي إضافة مثلا اللبن الجوز ميلك إلى البصل ميلك أو الكاز ميلك إلى البصل ميلك. طرق الكشف عن الميكسنج لديفرنت سايز اوف ميلك بتحتاج بس اجهزه حديثه شويه، لانها بتعتمد على ان احنا هنعمل ديتكشن لبريزنس ايه فورم بروتين، البروتين بتاع السبيشيز المختلفه الجوت الشير الكاو البصله، فالبروتين البروفايل بتاعه مختلف، بنقدر نعمل ديتكشن للفورم بروتين باستخدام اجهزه حديثه زي الليكويد كروماتوجرافي، زي ال HDLC الاليزا البي سي ار او الالكتروفوريسيس. ميلك ادلتريشن ويز يوريا، اليوريا ناتشرال كونستيتيوت اوف ميلك، اليوريا من المكونات الطبيعيه للبن، الكمية بتاعتها ما بتزيدش عن 70 ملي جرام
ل 180 ده نورمال او نورمال في الملك. الكوميرشال يوريا مي بي ادد كمان كتير انكريز من بروتين نيتروجين. بيضيف اليوريا للبن كمصدر للنيتروجين علشان لما اجي اعمل اختبار الكيبال وعين كمية البروتين اللي في الملك احنا عارفين انها بيتم تقديرها بطريقة غير مباشرة عن طريق تقدير كمية النيتروجين الموجودة في العينة وبالتالي هيديني فور كاركترز. اليوريا من المواد المستخدمة حديثا في رش اللبن ولها تأثير ضار جدا على صحة المستهلك كأنها بتأثر على الكيدني فانكشن. المشكلة الأكبر إن هي محتاجة أجهزة حديثة ومحتاجة طرق معملية في الكشف عن صعبة في الكشف عن اليوريا. نقدر نكشف عنها باستخدام جهاز كروماتوجرافي أو اللوس كروماتوجرافي أو بالإتش دي إل سي. الميلامين بيضاف للميلك بودر كأدلترانت. الميلامين ده عبارة عن مادة كيميائية المستخدمة في تصنيع البلاستيكات أو مادة الميلامين. بيضيفوها على الميلك بودر كنوع من غش في الميلك أو أذر فود. التأثير بتاعها ضار جدا على الكيدني بيؤدي إلى رينال فيلير وممكن في بعض في الأطفال يؤدي إلى الوفاة. في الإكستريم كيسز ممكن يؤدي إلى الوفاة. الميلامين برضه بتضاف كسورس للنون بروتين نيتروجين والديتكشن بتاعها بيعتمد على استخدام الماس كروماتوجرافي الماس سبكتروسكوبي ال اتش دي ال سي او الجولد نانو بارتكل. السنتيتك ميلك او الاجزام المصنعه ودي بيستخدم بعض المواد الكيميائيه اللي كلها ضاره وخطيره بتمثل خطوره على صحه المستهلك. سنتيتك ميلك بريبيرد باي ميكسينج الوي واليوريا او الميلامين مع الاير مع الكوستيك صودا والديتيرجنت بيستخدم كامالفاير عشان يعمل امالفيكيشن للزلفة بالاير اللي هو مستخدمه مع الوي او الموتر المستخدم. الجدول ده بيوريني مقارنة بين السنتيتك ميلك والناتشرال ميلك. من حيث التيست الناتشرال ميلك سايت تويت تيست نتيجة طبعا للتيست كونتين. السنتيتك ميلك بيبقى بيتر ان تيست. التيكتشر السنتيتك ميلك يبقى صودي تيكتشر لون رد بتوين فينجر. الملمس بتاع السنتيتك ميلك بيبقى صودي مثل الملمس بتاع الصابون وده طبعا نتيجة لإضافة الكوستيك صودا أو نتيجة لإضافة الديتيرجن اللي بيستخدمه كأمالفاينج إيجن. الناتشرال ميلك طبعا مو صودي تكتشر أو الملمس بتاع الملك احنا كلنا عارفينه نقدر نحسه بناء اللي هو ملمس ذهني شوية. الإفكت أوف هيتنج إذا كان الكولر بتاع السنتيتك ميلك وايت زي الناتشرال ميلك ولكن مع الهيتنج السنتيتك ميلك بيدي له كولر لما بعمل بويلنج للعينة. لو ناتشرال ما بيحصلش تغيير في لون العينة يفضل وايت بعد عملية الهيتنج أو البويلنج انما سنتيتك ميلك بتحول الى اللون اليلو كولر. الستورج برضه نفس الحكاية في حالة استخدام معينة لفترة الناتشرال ميلك ما بيحصلش فيه تغيير في الكولر في حين ان سنتيتك ميلك بيتحول الى اليلو كولر.
لو عملت اختبار لليوريا الناتشورال ميلك هيدي ويت بوستس قلنا نتيجة للايه للكمية البسيطة اللي موجودة ناتشورال فبيدي ويت بوستس او لايت يلو كولر اللي هو البوستس بتاع الاختبار بتاع اليوريا في حين ان السنتيتك ميلك طبعا بيدي هايلي بوستس او انتنس يلو كولر فان السنتيتك ميلك اساسا مبني على استخدام اليوريا تمام بروتين ناتشورال من طرق غش اللبن إضافة البريزرفاتيف قلنا زي الهيدروجين بروكسايد زي الساليسيليك أسيد زي الفورمالين وكلها طبعا برضه مواد ضارة وخطر على الصحة العامة وبتضاف بهدف تغطية أو تو ماسك الأنهيجينيك كونديشن أوف الغش الملك أنت تحت ظروف صحية غير سليمة أو unhygienic condition ففي عدد total bacterial count عالي هيؤدي إلى فساد اللبن بسرعة فبيضيف مادة حافظة تثبط من عمل البكتيريا وتديني ظاهريا كده إن اللبن شكله كويس ولكن الميكروبيولوجيكال كواليتي بتاعته بتكون باد كواليتي للكشف عن وجود البريزرفاتيف عندنا اختبار جنرال تيست جنرال تيست فور ديتكشن للبريزرفاتيف اللي هو الوين سبلايز تيست الوين سبلايز تيست يوزد فور ديتكشن للبريزنس اوف بريزرفاتيف هيديني بوستس في حالة وجود البريزرفاتيف او الانتيبيوتيك ريزيديو او السلفا ريزيديو او بمعنى تاني ان هو هيديني بوستس في حالة وجود أي inhibitory substance موجودة في الملك البروسيدير بتاع الوين سبلايز تيست باستخدام اثنين سترايل تيست تيوب واحدة هنستخدمها للملك اندر تيست أو للعينة اللي عندي والأنبوبة الثانية لكنترول ملك كنترول ملك يعني ملك أنا متأكد إن هو خالي من المواد الحافظة أو الانهيبيتوري سبستنس أو إن كيميكال سبستنس إن تو سترايل تيست تيوب إت 25 ملي من السبستنس ميلك أو من الميلك سامبل وفي الأنبوبة الثانية سكند تيوب هناخد 25 ملي من الكنترول ميلك بعد كده هنعمل الأنبوبتين زي بعض هنضيف على كل أنبوبة 2 ملي من الليتموس سوليوشن 10% وده لونه أزرق فهيخلي لون الملك يتصدر باللون الأزرق هننقل الأنبوبتين إلى بويلنج ووتر باث لمدة من 10 إلى 20 دقيقة الهدف من الخطوة ديت إن احنا نعمل كيل بالناتشورال لاكتيك أسيد بروديوسنج مايكروجينيكس اللبن طبيعي بيحتوي على لاكتيكس فاحنا هنتخلص منها عن طريق ان احنا نضيف الاناليز دي او نحسب الاناليز دي في الوتر باث لمده 3 ساعة بعد كده هنعمل كولينج ونضيف على كل انبوبه 1 ملي من لاكتيك اسيد بروديوسنج مايكروجينيكس كلتشر هنضيف على كل انبوبه 1 ملي كلتشر من لاكتيك مايكروجانيزم زي مثلا التريبتلكس هنعمل ميكسينج وبعدين انكيزيشن ات سيوتابل تمبرتشر في حالة مثلا استخدام التريبتلكس هنعمل انكيزيشن 37 درجة مئوية تيل بيرسبتيشن اوف كازين اند ريدكشن اوف ليتموس سوليوشن يبقى الاناليز دي بنحطها في اوتر باث 37 درجة مئوية ونبدأ نفحصها كل نص ساعة الطبيعي ان انا عندي عينة لبن وضيف لها لاكتكس الكالشر من اللاكتكس انها تعمل فرمنتيشن اللاكتوز وتدي لاكتك اسيد اللي عمل لي بريسبتيشن للكازين هيرقص بالكازين او هيكون من الكاز وهيعمل ريدكشن للون بتاع الليتموس سوليوشن يعني هيختفي اللون بتاع الليتموس سوليوشن
ده اللي هيحصل في العينة الكنترول أو في العينة الطبيعية في خلال 16 إلى 17 ساعة. طب بالنسبة لعينة اللبن اللي أنا بفحصها، لو حصل adultration في البرسبتيشن والريدوكشن باي 2 hours then control the indicate risk of result بمعنى لازم في الريزيرفاتيف أو any inhibitory salt. يبقى العينة الكنترول بيحصل فيها كيف ديفورميشن أو بيرسبتيشن الكافيين واختزال للون الليتموس، يعني اللون الأزرق ده بيختفي في فترة ما بين 16 إلى 17 ساعة. لو العينة حصلها في نفس الرينج ريدكشن بيرسبتيشن يبقى العينة سليمة. طب لو اتأخرت عن الكنترول بساعتين أو أكتر يبقى دي بنقول عليها ريسك ريزلت واحتمال وجود البريزرفاتيفز أو إني إنهبيتوري صار. في سبيسيفيك تيست فور ديتكشن البريزرفاتيف بمعنى إن أنا عندي اختبار عشان أكشف عن وجود الفورمالين، اختبار للكشف عن وجود الهيدروجين بروكسايد، اختبار للكشف عن وجود الساليسيليك أسيد، ودي بناخدها في العمل إن شاء الله للكشف عن الأنواع المختلفة من البريزرفاتيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.